طب ما تيجي نروح نشوف زميلنا محمد توفيق في الملعب تعال نشوف نعرف منه اخر الكواليس قبل بدايه المباراه مباشره. تعال نشوف. ازيك يا محمد؟ مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو كباس المصري والنادي الاهلي. يعني كل سنه وحضراتكم طيبين. بدايه موسم كروي يعني جديد، والاجواء هنا يمكن في استاد برج العرب كابتن ايمن اكثر من رائعه. يمكن جمهور النادي الاهلي تعدى ال 2500 مشجع، جمهور النادي الاسماعيلي يعني ممكن 500 مشجع بالكثير. اجواء اكثر من رائعه، اجواء جماهيريه جميله جدا. نتمنى ان شاء الله انها تدوم ونشوف مباراه كبيره كمان فريق باسم الفريقين، ويكون التوفيق فيها حليف النادي الاهلي. كمان درجه الحراره ارضيه الملعب كلها مناسبه جدا للمباراه، يمكن بنتكلم في درجه حراره يعني تقريبا 22 درجه مئويه. نشاط الرياح برده هادي مش شديد قوي، جو مناسب للعب يعني يا محمد. جدا يا كابتن ايمن، سواء ارضيه الملعب او ارضيه الملعب كويسه طبعا كالعاده ان شاء الله. من الفتره يمكن في حفاظ عليها، الفتره اللي فاتت كان في صيانه، فالشكل اكثر من رائع الحمد لله. جمهور النادي الاهلي زي ما انت حضرتك عدده اكبر كتير جدا من جمهور النادي الاسماعيلي، يمكن احسنوا استقبال الفريق وشجعوهم بشكل كبير جدا مع بدايه بطوله الدوري، وان شاء الله تكون بدايه خير واول 3 نقاط ان شاء الله في مشوار البطوله 43 للدوري العام. يا رب. كمان طاقم الحكام بقياده محمد عادل في ارضيه الملعب بيجروا عمليات الاحماء، والفريقين كمان بيجروا عمليات الاحماء في الملعب يا كابتن ايمن. ان شاء الله كلها تكون اجواء اكثر من رائعه، نشوف مباراه كبيره مع بدايه موسم جديد باذن الله، ويكون التوفيق وال3 نقاط من نصيب النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. باذن الله يا محمد. فريق النادي الاهلي يمكن وصل قبل المباراه تقريبا بساعه ونص على طول، نزلوا يعني اللعيبه لسه عملت عمليات الاحماء ولسه مستمر الى الان. زي ما قلت لحضرتك الاجواء رائعه كمان ما بين الفريقين، اللعيبه حيوا بعض، حراس المرمى كانوا حريصين على تحيه بعض، خاصه ان حارسي مرمى الاسماعيلي موجودين في التشكيل اليوم كانوا لاعبين سابقين في النادي الاهلي سواء احمد علي عبد المنعم او محمد فوزي. ان شاء الله تدوم الروح الرياضيه وال3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي باذن الله كابتن. باذن الله تدوم الروح الرياضيه والمكسب النهارده يكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. محمد شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق.